ألقي الكلمة أن أنا أتوجه لكم جميعا بكل التحية والتقدير والاحترام، و يعني من فضلكم يعني احنا عايزين نوجه تحية للقضاء والمعنى العدالة في مصر من خلال تحييتكم لأنفسكم النهاردة. اسمحوا لي ان احنا نحييكم ونحيي القضاء. القاضي الجليل رئيس محكمة النقد، رئيس مجلس القضاء الأعلى، القضاة الأجلاء، السيدات والسادة، يسعدني أن أتحدث إليكم من منبر دار القضاء العالي. الصرح العريق لقضاة مصر وقضاتها والرمز الشامخ لسيادة القانون وهيبة القضاء. كما يطيب لي اليوم أن أشارككم احتفالكم بعيدكم إدراكا لما تحمله هذه المناسبة من دلالات هامة للقضاء المصري، وتأكيدا لما نحمله جميعا من مشاعر التقدير والتوقير لصروحه العظيمة وقضاته الأجلاء الذين كان للكثيرين منهم بالغ الأثر في تطور الحياة القانونية في مصر، وكذا لأعضاء النيابة وهم شعبة أصيلة من السلطة القضائية يحملون على عاتقهم مسؤولية التحقيق والاتهام. إن قاعات هذا المبنى تشهد على المكانة الرفيعة لرجال العدل والرسالة السامية التي يحملون أماناتها. تتردد في جانبات هذا المبنى أجزاء تاريخ مشرف لقضاة أجلاء لا سلطان عليهم لغير القانون ولا رقيب عليهم سوى الله والضمير. تقيم أحكامهم العدالة وترفع المظالم وتعيد الحقوق إلى أصحابها. الأخوة والأخوات، لقد حاز القضاء المصري مصداقيته ومكانته عبر مسيرة طويلة وتاريخ عريق. منذ بدء التقاضي أمام المجالس الأهلية عام 1875 وإنشاء المحاكم الأهلية عام 1883، وشهد عام 1931 علامة هامة على طريق هذه المسيرة عندما أنشئت محكمة النقد لتوحيد المبادئ القانونية وتحري دقة الأحكام النهائية. وتعاقبت على هذه المحكمة أجيال من خيرة القضاة علما وعملا، كان أولهم القاضي الجليل المغفور له عبد العزيز باشا فهمي الذي تحمل اسمه هذه القاعة تخليدا لعطائه وذكراه. القضاة الأجلاء، الأخوة والأخوات، إن مصر شرعت في تأسيس دولة القانون القائمة على العدل والمساواة، والدستور جعل من المواطنة أساسا متينا لتعامل الدولة مع أبنائها، فالجميع سواء أمام القانون وكل حق يقابله التزام. ومرحلة البناء الراهنة تتطلب جهودا مضاعفة وعملا متواصلا، ولكن قبل هذا وذاك فإن الأساس الحاكم لها والضابط الأول لإيقاعها إنما يتمثل في سيادة القانون علينا جميعا أبناء هذا الوطن، وهو الأمر الذي يلقي على عاتق مؤسسات الدولة القضائية مهمة وطنية جسيمة لتمكين المصريين من اكتساب حرياتهم والحصول على حقوقهم والتعريف بمسؤولياتهم. لقد أرسى الدستور المصري مبادئ الفصل بين السلطات وخضوع الدولة للقانون واستقلال القضاء وأعضاء النيابة العامة وحصانتهم، وقد عزز دستور 2014 هذه المبادئ، فاستقلال القضاء ركيزة أساسية من ركائز دستورنا ومجتمعنا ومنهج في الحكم ألتزم به عن إيمان ويقين. ولقد حرصت منذ تحملي المسؤولية على التأكيد على استقلال القضاء، وتمسكت بأن أنأى به عن أي شبهة للتأثير على أحكامه أو التدخل في شؤونه أو أعماله أو التأثير على أي إجراء من إجراءات التحقيق أو الاتهام التي تباشرها النيابة العامة في إطار الدستور والقانون. وأثق أن القضاء المصري بتراثه القانوني الراسخ
وخبرات شيوخه وإيمان شبابه بقيمه ومبادئه، قادر على التفاعل مع معطيات مجتمعنا وحركة تاريخه وأحداثه المصيرية وكل ما يهدد كيانه الوطني دون التعرض لما ينال من هيبة قضاتنا ورزانتهم ومكانتهم الرفيعة، وبعيدا عن أي انحيازات عقائدية أو سياسية. إن القوانين تمثل الإطار الحاكم لعملكم الجاد، ومن ثم بات تنقيحها وتطويرها ضرورة واجبة ومهمة أساسية من مهام السلطة التشريعية. ولذا فقد حرصت على أن يكون من مقدمة القرارات الجمهورية التي أصدرتها قرار بتشكيل اللجنة العليا للإصلاح التشريعي التي تختص بإعداد وبحث ودراسة مشروعات القوانين والقرارات الجمهورية وقرارات رئيس الوزراء اللازم إصدارها أو تعديلها تنفيذا لأحكام الدستور، ومراجعة مشروعات القوانين والقرارات التي تحيلها الوزارات والجهات المختلفة والتنسيق بينها وبين التشريعات القائمة والعمل على ضبطها وتبسيطها لتسير حاجة المجتمع وتلائم السياسات العامة للدولة وفلسفتها وأهدافها القومية التي يحددها الدستور. القضاة الأجلاء سيظل قضاة مصر حصن للعدالة يحملون رسالتها، يشاركون بذلك في بناء مصرنا الحبيبة وتدعيم سيادة القانون، يبذلون قصارى الجهد بوحي من ضمائرهم مستلهمين ما أرسوه من تقاليد راسخة وقيم ومبادئ رفيعة يأتمنهم أبناء الشعب على أنفسهم وأعراضهم وأموالهم، ولا يزالون مطلعين بهذه المسؤولية بصدق وأمانة. يستوي أمامهم الغني والفقير والقوي والضعيف، فالكل سواسية أمام منصات القضاء وأمام القانون. ولا يسعني في حضور السادة المستشارين الأجلاء أعضاء المجلس القضاء الأعلى إلا أن أعرب عن شكر وتقدير الدولة المصرية لما تقوم به الهيئات القضائية المصرية الموقرة من عمل جليل، فتلك الأسرة القضائية مسؤوليتها جسام وستظل تطلع بتلك المسؤوليات على خير وجه وتؤدي الأمانات والحقوق إلى أصحابها متسلحة بتقاليد عريقة وقيم نبيلة وتعاليم سامية وقامات رفيعة ضربت مثلا رائعا كقدوة ونموذج يحتذى به. فستظل هيئاتنا القضائية مدركة لطبيعة مهامها وأهمية دورها وعزم المسؤولية الملقاة على عاتقها، فهي متكاملة في عملها متحدة في نبل مقاصدها، وسيظل القائمون عليها أهلا لها وأهلا للعدل والحكمة. تحية لمجلس القضاء الأعلى ولدوره ورجاله، تحية لقضاء مصر العظيم وشيوخه الأجلاء من رحل منهم ومن تقاعد ومن يواصل العطاء، لكم جميعا مني صادق تقديري وتمنياتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.